برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدى لي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل. علاش ليه ما تتناقشي مع الشريك والمقربين منك بوضوح ودون غموض، وهكا باش تتجنب الالتباسات وسوء التفاهم يا حمل. الثور. نهير مزيان ومناسب باش تحل الأمور الصعيبة والمعقدة والأمور المؤجلة اللي جاء الوقت انه تحلها يا ثور. الجوزاء. تنجم تندفع في قرارات تخص العلاقة، رد بالك باش هكا ما تضطرش انه تضيع الوقت في أمور تنجم تخسرك طاقة كبيرة يا جوزاء. السرطان. عندك فرصة مزيانة وجديدة لليوم باش تتصالح وتخدم خدمة مشتركة مع المقربين ولا شريك حياتك يا سرطان. الأسد. خليك ديما بعيد على الفوضى وعدم التنظيم، تنجم تواجه بعض الأمور المعقدة وصعيبة، خليك ديما ملتزم بالمسؤوليات اللي عندك يا سيد. العذراء. مستعد كيما عادتك، أما اليوم لازمك تستعد بطريقة أكثر لأي أمر طارئ وغير متوقع على الصعيد العاطفي، خليك ديما بريباري لكل الاحتمالات سواء كانت إيجابية أو سلبية يا عذراء. الميزان. ماذا بيك أنه تتحلى ببعض الهدوء في العلاقة، هكا باش تسعى أكثر باش تتفاهم وتقرب وجهات النظر والاستعداد زادة لبعض التنازلات يا ميزان. العقرب. حاول أنه تحافظ على علاقاتك مع الزملاء، تنجم تلقى فكرة ولا فرصة اللي تخلي مستقبلك أكثر استقرار يا عقرب. القوس. نجم تمتلك اليوم القدرة على حل المشاكل العاطفية بأكثر حكمة وأكثر وضوح، وحاول زيدا أنه تتمم أمورك على بكري وما تخليهيش للتسعين دقيقة يا قوس. الجدي. ما تتهربش من مسؤولياتك حتى لو كان زادت عليك، سوى بالانشغالات ولا باتصالات ولا انتقالات وتحركات، هذو ما حاجتي نجمو يرجعوا عليك بالإيجاب، خليك جدي أكثر يا جدي. الدلو. ما تسمحش للضغوطات باش تأثر على تصرفاتك وعلاقاتك، وتجنب التوتر والحدة والانفعالات حتى لو كان جيت حاجة وزعجتك يا دلو. الحوت. تنجح اليوم باش تلقى بعض الحلول لبعض الأمور اللي كانت قلقتك في الماضي القريب، تخدم أكثر على التواصل وإيصال المعلومة بشكل جيد اللي يخليك منفتح على الحلول بشكل كبير يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم، نور تقول لكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.